السلام عليكم، كيف حالكم أصدقائي متابعين قناة فيوتشر كوين؟ فيديو جديد على قناتنا، القناة المهتمة بآخر أخبار العملات المشفرة. فيديو مهم أصدقائي، رح نتكلم فيه عن هبوط البيتكوين. أصدقائي، قبل ما نبلش بالفيديو بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا على اللايك لحتى يوصلكم كل جديد، وتشجعونا لنقدم المزيد من المحتوى. طبعا أصدقائي، البيتكوين حاليا بسعر 46,600. بالأمس تكلمنا عن البيتكوين، كان سعره 57,000 دولار. قلنا لكم احتمالية هبوط البيتكوين احتمالية قوية جدا. قلنا إذا شمعت اليوم ما أغلقت فوق 58,500 فهبوط البيتكوين راح يكون لمنطقة 49,000 دولار. طبعا كان تحليل صائب جدا، والبيتكوين اليوم لامس منطقة 40,000 دولار. طبعا إذا ترجع للقناة، احنا نبهنا أصدقائنا على قناة تليجرام قبل اغلاق شمعة الشهر بساعة واحدة، قلنا لهم احتمالية هبوط البيتكوين ل 49,000 دولار احتمال وارد جدا. بما انه شمعة الشهر اغلقت بطريقة سلبية، فهبوط البيتكوين كان متوقع وكان معروف جدا. طبعا اصدقائي، اخبار كثير عن هبوط البيتكوين، واول خبر اصدقائي اللي ساهم في هبوط البيتكوين اكثر واكثر هو طبعا تصفية عدد كبير من الأشخاص اللي بيتداولوا بالعقود الآجلة. طبعا أصدقائي، بالأمس عمليات التصفية تجاوزت 2.5 مليار دولار. يعني تخيلوا أصدقائي، عقود الآجلة عم تأثر بشكل كبير جدا جدا على العملات المشفرة وعلى السوق الكريبتو، عم تأدي لهبوط قوي للسوق وعم تأدي لصعود قوي. يعني السوق غير منظم أبدا بسبب العقود الآجلة، يعني خسارة بقيمة 2.5 مليار دولار، فهذا بسبب هبوط قوي جدا للسوق. لو العقود الآجلة ما خسرت الخسارة هاي، ممكن نشوف البيتكوين يهبط أجزاء بسيطة جدا، لكن يهبط فوق 10,000 دولار بسبب عمليات التصفية اللي صارت للعقود الآجلة. طبعا بالأمس تكلمنا وقلنا أي عملة مثلا بتشوف الفوليوم عليها بالسبوت 500 مليون، بالفيوتشر بتلاقيها تقريبا 1 مليار أو 2 مليار. طبعا تداول على الفيوتشر او على العقود الآجلة بيكون تداول بكميات اكبر جدا من العملات اللي بتداول عليها بالسبوت. لهيك اصدقائي، العملة وقت تهبط ممكن انت ما تأثر عليك، اذا بتشتغل سبوت ما تأثر عليك، ممكن تخزن عملاتك تتم معك شهر شهرين، لكن بيتأثر فيها اصحاب العقود الآجلة، بيؤدي لتصفية عدد كبير من الحسابات او لكوة عدد كبير من الحسابات، بتؤدي لخروج كمية كبيرة من السيولة خارج السوق. يعني أصدقائي، امبارح صارت تصفية بقيمة 2.5 مليار دولار فقط بالعقود الآجلة. لو العقود الآجلة ما خسرت الخسارة هاي، كان ممكن البيتكوين يكون منطقة 50,000 دولار إلى 52,000 دولار، لكن العقود الآجلة ساهمت بهبوط البيتكوين بشكل أكبر. طبعا أصدقائي، حاليا نحن عم نمر بمنطقة صعبة جدا للبيتكوين. بيتكوين أصدقائي إذا ما رجع لفوق 48,000 دولار، إذا ما سكرت اليوم شمعة اليوم فوق 48,000 دولار، فهبوط البيتكوين راح يكون هبوط قاسي جدا. نحن أصدقائي حاليا عم نمر بمرحلة بير ماركت، مثل ما صار السنة الماضية. إذا لاحظنا السنة الماضية صار هبوط بير ماركت، ما تحسن الوضع إلا ما بعد شهر مايو بلش يتحسن الوضع، بلش البيتكوين يرتفع. طبعا شفنا كل نهاية سنة عم يصير هالهبوط القوي جدا. السنة الماضية نهاية السنة طبعا هبط البيتكوين تقريبا من 60,000 دولار إلى 30,000 دولار، وحاليا البيتكوين هبط من 69,000 دولار اللي هو قبل شهر تقريبا، ارتفع البيتكوين لأعلى نسبة وصلها اللي هو 69,000 دولار، هبط من 69,000 دولار إلى 46,000 دولار. أصدقائي، لسه الهبوط ما بلش. طبعا إذا بنشوف على مقياس الخوف والطمع، بنشوف كمية الخوف كبير جدا بالسوق. عنا كميات البيع على مؤشر البيع والشراء، كمية البيع بمنطقة خطيرة جدا حاليا، عمليات البيع بتصير بكمية كبيرة جدا. هلا أصدقائي، رح نفتح مؤشر الخوف والطمع لنشوف شو هي نفسية المستثمرين أو شو هو وضع المستثمرين حاليا. طبعا أصدقائي، بنشوف من last month يعني الشهر الماضي، كان البيتكوين في منطقة 73، كان منطقة إيجابي، بعدها نزل لمنطقة 21، خفض بشكل قوي. طبعا بالأمس ارتفع قليلا، بلش الارتفاعات اللي هي أول أمس ارتفع شيء بسيط، بلش يعطي حركة إيجابية بالسوق، الأشخاص المتداولين بلشوا يطمئنوا أكثر، لكن بعد عمل عملية غدر وهبط البيتكوين اليوم من منطقة الخوف إلى منطقة 25. أصدقائي، رجعنا لمنطقة الخطر، نحن حاليا بهالمنطقة هاي.
منطقة حساسة جدا أصدقائي، لازم ننتبه كتير. الأشخاص اللي بداوا الفيوتشر لازم صديقي أنت توازن ما بين الصعود والهبوط، عمليات الشورت واللونج، لحتى تقلل من نسب خسارتك. يعني إذا أنت تدخل شورت ممكن السوق بأي لحظة يرتد، لازم تكون عندك دراية كاملة بالسوق وآخر الأخبار. وإذا أنت بتاخد لونج، طبعا الهبوط لسه ما خلص أصدقائي، إذا أنت بتاخد لونج لازم تحذر، ممكن تلعب على شمعة شمعتين وتخرج من السوق. لكن الهبوط إنه أنت تستثمر، تقول هذا أسعار مناسبة، صار وقت الاستثمار أصدقائي، لسه وقت الاستثمار ما حان. حاليا نحن منطقة صح أسعار جميلة جدا عم نشوفها، الأشخاص اللي ما داخلين بالسوق، الأشخاص اللي بدهم يخزنوا أو بدهم يستثمروا المدى البعيد، حاليا أسعار جميلة جدا. طبعا أصدقائي بتقدروا تاخذوا العملات بسعر أقل إذا صبرتوا تقريبا من هون لأسبوعين أو 3 أسابيع، نشوف وضع السوق كيف ممكن يتحرك، نقدر ناخذ نستثمر، ممكن تاخذ أرباح هائلة جدا من الاستثمار بهالمنطقة هاي. يعني إذا هاي تاني سنة على التوالي أصدقائي بنشوف البيتكوين عم بيهبط لهالمنطقة هاي، بيرجع بيرتد لفوق 60,000 دولار. ممكن أصدقائي هالهبوط يشكل صعود بعدها فوق 70,000 دولار. أصدقائي بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى هالفيديو يكون نال إعجابك، وإذا عجبك الفيديو لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، وتضغط على اللايك ليوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة ودمتم بخير.